من القدس تنضم إلينا مراسلة العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين، ضعينا في صورة المواقف الإسرائيلية المتعلقة باستئناف المفاوضات يعني خلال زيارة الوفد المصري، والحديث عن رؤية أو مقترح مصري لاستئناف هذه المفاوضات مع حركة حماس. رويدة، قبل لحظات أوردت صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية نقلا عن وزير وصفته بالرفيع بأن هناك مقترح صفقة بوساطة مصرية وهو جدي، وأن هذا المقترح هو مقابل إلغاء العملية البرية في رفح. الآن تنقل صحيفة إسرائيل هيوم إذن عن وزير رفيع بأن هنالك مقترح جدي لإتمام صفقة بوساطة مصرية مقابل إلغاء إسرائيلي للعملية البرية في رفح الذي جرى التلويح عنه طيلة الفترة الماضية. أيضا كانت قبلها صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أكدت بأن الوفد المصري قد وصل بالفعل إلى إسرائيل، وكانت نقلت أيضا عن مسؤول وصفته بالأمني بأن هنالك مقترح يمكن التقدم فيه والمضي قدما فيه، وأن المصريين يريدون إنهاء الموضوع. كان أيضا الإعلام الإسرائيلي تداول بأن الجدية المصرية تكمن في مخاوف حقيقية متعلقة بتبعات العملية البرية المحتملة في رفح واحتمالية أن يهجر فلسطينيون من رفح إلى سيناء أو إلى الأراضي المصرية، وبالتالي هذه تضاف أيضا إلى المخاوف من وقوع كارثة إنسانية ناجمة عن وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين، أكثر أو حوالي 1.5 مليون فلسطيني في منطقة رفح، مع العلم بأن أيضا خلال اليوم الماضي تكثفت الحديث عن مقترح إسرائيلي متعلق بموضوع صفقة الرهائن كما يسميها الإسرائيليون. يوم أمس نذكر أن كابينة الحرب اجتمع وقد فوض الوفد المفاوض الإسرائيلي بأخذ صلاحيات وإبداء المرونة وطرح أفكار أمام الوفد المصري الذي يزور إسرائيل هذا اليوم، وفي المقابل إلى جانب الأفكار المصرية التي سوف تبحث أيضا سوف يبحث تفاصيل الخطة المصرية. لا يعرف الإسرائيليون كثيرا عن الخطة المصرية، لكن الإعلام الإسرائيلي وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة يدعوت أحرنوت موقع واينت كان قد كشف عن خطة من 3 بنود. البند الأول يقضي بتجميد ووقف عملية عسكرية في رفح، البند الثاني يقضي بالإفراج عن كافة الأسرى والمحتجزين والرهائن الإسرائيليين من مدنيين وعسكريين بفارق زمني 10 أسابيع، البند الثالث يشمل وقفا لإطلاق النار وقفا طويلا، تحدثت الصحيفة عن وقف لمدة عام، وأن هذه الفترة تشمل أخذ خطوات عملية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية. طبعا هذه الأفكار هوجمت من قبل وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش الذي أعاد نشر هذا التقرير وقال إنها بمثابة استسلام كامل لإسرائيل مقابل انتصار كامل لحركة حماس، وأن دولة فلسطينية لن تكون ولن تقوم. وأيضا كان محللون عسكريون حذروا من أن المضي قدما نحو وقف طويل الأمد لوقف لإطلاق النار قد يهدد الائتلاف الخاص بحكومة بنيامين نتنياهو وقد ينسحب أحزاب اليمين المتطرف. بالتالي هنالك معضلة، هذه المعضلة أيضا ركزت عليها قنوات إسرائيلية من بينها القناة 12 الماضية بأن أمام المستوى السياسي الآن معضل، عليه أن يتخذ قرارا دراماتيكيا إما بالذهاب لصفقة تتيح الإفراج عن أسرى ورهائن إسرائيليين أو الذهاب باتجاه عملية برية في رفح. ملامح الصفقة والمقترح الإسرائيلي الجديد على ما يبدو والإفراج عن 33 رهينة إسرائيلية مقابل وقف لأسابيع، وقف إطلاق النار لأسابيع، عودة السماح بعودة الفلسطينيين إلى الشمال، سحب مرونة إسرائيلية بسحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من ممر نتسريم، طبعا الإغاثة
إدخال المساعدات الإنسانية وكل هذه التفاصيل، ويجري أيضا تبادل للأسرى، وإسرائيل تبدو مرنة بالإفراج عن أسرى فلسطينيين حتى مدنيين بقتل إسرائيليين. المفاتيح لم تحدد بعد، لكن وفق ما نقل موقع واينت بأن يبدو حركة حماس سوف تطالب عن بالإفراج عن 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل جندي، أو الإفراج عن أيضا 30 أسيرا مقابل كل مدني على ما يبدو. هذه ملامح نقلها موقع واينت يوم أمس. يوم أمس أيضا نذكر أنه كان يوم من المداولات الأمنية، في ساعات الظهر اجتماع لكابينة الحرب، من بعدها اجتماع للكابينة الموسع، مخاوف عديدة أيضا أمام طاولة إسرائيل، من بينها احتمالية أن يصدر عن محاكم دولية في لاهاي قرار بوقف إطلاق النار في حال لو ذهبت إسرائيل لإجراء في رفح، أيضا مخاوف إسرائيلية حقيقية من احتمال إصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار قد تشمل نتنياهو، يوآف جالانت وزير أمنه، وأيضا رئيس الأركان. كل هذه التفاصيل أيضا محط مخاوف، وكل هذا يضاف أيضا إلى جانب الحراك المصري أو الجهود المصرية نتيجة المخاوف من عملية في رفح. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يصل إسرائيل يوم الثلاثاء ويبقى فيها على الأقل ليوم واحد، وفق ما أكد الإعلام الإسرائيلي أيضا رويدا. شكرا لك على هذه الإحاطة مراسلة العربي كريستين ريناوي، مراسلتنا في القدس.